أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستعلاء في غير باب خاف وغاب وصغى مما فيه سبب قوي لكون ألفه عن مكسور أو عن ياء أو صائرة ياء مفتوحة مانع عن الإمالة لأن هلايك ما كر لا جماري درس كان دا بالنسبة درسي بيجدا وتمان درسي صدو هجدا بلان درسي بيجدا صدو حفدا أم درسا درسي صدو هجدا بلام بزروري ازانم او چندیری پیش دا کله درسی پیش دا حز دکم توجیه چی کی دیویت لا واقع دا باشا ابي جوك على وقد تمال الف التنوين او الرا پیش خو نو عبارتک او بلم كاتيك مصنف أسبابه كاركان إمالة وأظن حود من هجم شند من بعسي كردن بتفصيل بعسي كردن أما جدكات با أو هو كارانا كوا هو كاري إمالا بلان شازا باشا إيه زور تشاكم برق لواني كوا شازا وكو ألف تنوين إمالي ألف تنوين شازا لواقع ده أو إمالي شازا لبر أو إمالة نواقدة ما في ألف يك كألف ك متصل بيت بلام ألف يك لتنوين دروز بيت أم ألف ألف منفصلة لبر أو تنوين حرفك لحرف معاني جاء أوش بلام كحرفك لحرف معاني وأوش كبجي أو وكو ألف كبيت كالنص بدا دبيت وقال إيش هل بحرف لحرف معاني لأن شو كبدالي تنوينة حرف لحرف معاني بچ معنى كام جناب ابن هشام هذا رحمة إخوة لبيت لمغني دا لحرف نون دا لبابي تنوين لبابي أول دا لحرف نون دا لبحث تنوين دا على تنوين بلا بنوسي نانوسري بلا إلا علامة نبكا أجا بيج داي ضم بو يا بيج داي فتح بو يا بيج داي كسر بو دو كسر دو فتح بو ضم دا دريت لحاطرة في الناس بجرع كده إيه بلام لو أقيدا نونة كده خرنجته أم نونة لحرف معانية إيه شمعنا بدو أخوي دادينة أم معنا بدو أخوي دادينة كأجر لإسمك دا أو تنويني تدابو باشا دو بيام دادا دو بيام يكم هر اسمك تنويني تدابو أو تنويني متمكن يا تنويني تمكن أو كبيدة قتلي يا تنويني صرف هر ناوي لواني ببكاليني دو بيام دادا أو تنوين إيا كميان أو اسمك أو تنويني قلتوها دورة لشباهة حرف تأوي مبني به واتم مبنيني بيامي دوهم ولهر اسمك دابو مثلا بونمونا أم بيامشي تداك أو اسم دورة لشباهة بفعل دا تاوكو غير مسلم واتين غير مسلم يعني أما بأم حرف معنجة أوش تش كدبيت بدلي تنوينك كدبيت أو ألفا لواقع دا أوش حرفك لحرف معاني أم ألفا منفصلة متصلة إما أوي كبعصمان كلا بعصي ألف داك إمالتي هذا كلا ألفك كمتصلة أم لواقع دا حرفك جاو هذا كدد لآخر كلمة دادا إيه أما شازبونك لم ريويا يعني شازبونك لم لانويا أو بابزاني جا إستي أمجا بلام لقال أوجدا برق لعرب هاتون ما ملي ألفي متصلة لقال داك يعني وكو ألفي متصلة ما ملي لقال شيء لقال أم ألف أم تنينها كدوا كدبيت ألف لواقع دا باشا لبرك أنا وكو بشك تازي لكلمة كوايا بمان هي أنا مان هي إيزا تاكا هر وكو أو إشاش ينكدوا لضميرك داك ضميرك تبي مجرور به لو جهته وكهد عنك لما أنا مثلا بمنفصلي نايت مثلا هاتون ببشك لا أو كيف يشخوا عندنا أو لا قيدة إيه
وصيبة وهي تشويدك بكسري بكسري كعارزي دبيت كسرك باشا عارزي بلاي خومكم وكو مثلا دلين مرت ببابه يا توزان من ماله كما كسر كسري عارزي لا وقع بر حالة لا واقع نفس الأمر دا بحثك اللي أوي يا كام شاز بنا كلم لا نوايا إذا أسب أو عبارة هو خوي المتوكا بزرور يا زانم نبشكم أوي كبيز لباري ونما نتواني بأداء يمكن شنك اللي درس بيش دا وأظنم توزب بفلبوم مجال نبو إذا هذا فلم قد تمال ألف تنوين كبا قد يلا مديارة كما باشا ألف تنوين جاري ويا إمالي تدا ذكرت جنابي إمامي زنجاني رحمه الله أفرمي ألف كمنفصلة وكو أو بذك لتنوين لحالة وقف دا ديت بردس ديت بردس وجيرمان لك يشونك آخر اسمي منوني منصوبة لحالة نسبة كيدا كوقف اللسر كده بيت ألف وكو خيرمان ولقد تندشا خيرمان لزور شويني كده لصيوتيج دهار خيرمان لا باشة في المرض ديت إيه استي إمام زنزاني ده فرمي أو ألف كمنفصلة لأصل الله وكمبدل لتنوين حالتي وخفضاء أو تي حالتي نسبة باشا حاتون ما عمليش يعني لقل دا كدوا حرفي كان ألفي كان لقل دا كدوا كلا خدي كلموكو مثلا ألفي حبلة باشا وكو مثلا بونمونا ألفي عيلان مثلا بونمونا هو ما عملان لقل دا كدوا طلعا رأيت زيدا يا درست مثلا علما إما ليت دا دا كان هل وكو إما لا إماد ولا شيبان ولا أنا دا دا كان بلا منتهى إمالة لأصل كده لألف أصل كده بهستدا لبدوي ألف تنوين لحالة وصل دا موجود نيا بلا أو ألفي كالأصل ليس مثلا ألف عماد تو توصل كي بدو أخي وتشوق في لسر كي ألف أهره ألف شيبان شربو شيوي تو توصل كي بدو أخي توصل لنا كي أفرمي أو ألف أهره بلا رأيت زيدة أيوانيا أتو لوقف دا أو ألف ديت دست درست علما لوقف مثلا ديتا دس بلانتو وصلي كبدواي باشا مثلا درست علما وفقها دالي درست علما وفقها وقت وصلك كبدواي باشا مثلا بونمونا يا مثلا اصلا ولا شتي مثلا رايت زيدانيا مثلا تو اسمي تشيلب كلا بدل ندو اخي بلا نالي رأيت زيدا أخوك دلي رأيت زيدا عفو أخاك نالي رأيت زيدا أخاك دلي رأيت زيدا أخاك وتتو وصلي لك الفدروة ما أو إمامي زنجاني دفل بس زور زور بقولي فارز الله كارشناسية كردش كارناساني زور كارناساني بابا أو ألفي تنوين لكاتي وصلا نامينه باشا عرزي بلاي خونكم أما أو جاء أم جاء وأمجا أو ألفا لهم حالتي وقف جداني مثلا تتماشى كا توقف كا لإسم كا كمنونة لحالتي رفع ونسب جردة بيشاوا بيشاوا ولا ولا يدخل ولا ديه الصا شو بدأ يكمل الله ده أبى بكي بدأ لا يخوت بيبى بجارة درجة كجدم بيودوا أزارين دي بيبى ولا يدكت جاء دعاء ولا درجة بيودوا بعونكم إيه بقربان زي مثلا أو ألفا لا محطي يخفى موجود نيا مثلا دلي تحطي نسبة داها مثلا مثلا تولي جاء زيد مثلا هذا زيد مثلا رأيت زيدا مررت بزيدين توقع وقف الكر لرفع كده هذا زيد مررت بزيد بيش راجع أريد أرقى بيودة ولا أريد أرقى بيودة بقربان عبد الرقى بيودة أبا قربان يقول الجوانب أي عمرك أدري جبه مثلا دلي هذا زيد مرت بزيد بلان النسبة هي لا واخد محل تيدانية جابوا لم لا ندا شازبونه كشتي كي جي خويه تجاد فرمي لقال او ده بقت هنا بيتي ام دياره ككما لوقد الف تنوين اماله تدارك البته او الف كلا وقف لصر اسم منصوب منون بدزت اذ تشكا وان لم يكن قبلها مثلا إمالة بارتن بيجو الفجزة إمالة نبكو رأيت زيدا باشا إيزو تكا قال سيبوه يقال رأيت زيدا كما يقال رأيت شيبانا باشا حلوك أوايا بلام لكن الإمالة في نحو رأيت زيدا أضعف أعويقسك هو كو توضيح حمد أبوي بارتك أسان بلناتا باشا استل رأيت زيدا دا كتو مثلا تميني لألفك دا إمالة بكي خوالا بيشي دا إمالة نكرا لشوينش كده وكوي كالفيش دا باسمان كده
جادله رأيت زيدا وكو رأيت شيبان وايا بلا اويه إمالة لويني رأيت زيدا دا كاسمك منصوب منونة لوقف دا دبيتا ألف تنوينك أما أضعفو لا واسطه باشا جا بريار جا ولا سر تزعيفي أم إمالة لو ألف تنوينة دا باشا زورت ساكا أويش أوا إماليك كلو دا مثلا ما قبل أختكي ساكنة بيوكو رأيتو زي دا باشا إيه جا إمالة تنانا لما دا زورتل لوي كواني مثلا رأيتو عبد دا يا درستو علما باشا چونك دلن لزي دا كألفية كي تدايا كبلم بيش تنوينكا كدبت ألفية كي ليا كشموليه بسرية كدا شباهتك بويني شيبان وهي كلا رأيت عبد ودرس علم دانية ثم ستدر عبد علم تنوين كلمة ألف بلان لبيش تنوين كده كلمة ألف هيج يكي ساكن لينيا جابوه السيبوه أليرا دا دالة أما شبيه بو اللاني أوه كلا شيبان دا لبيش ألف كو هرتن بيكي بلان يكي لرج دا لبيش تنوين كوا كبلين ألف كيا دالك يا أيش يكيا إذا ما بس أوه كفاصلان هاي العقد هلوكو أيوكو شيباني إيه بلان بوزع افتراء لا شيبان لأن اللي في ليس بلازمة ألف زيدا وكو بعض ما كان ألف لازمانية باش ليس بلازمة مثل لزوم ألف شيبان لازمنية عفو ليس بلازمة مثل لزوم ألف شيبان بلازمة ده بتخبري مقدم وليست لنا والله يا هدنا نا 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 عفو 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 ليس اسمك هي كتب الفا يعني أو الفا لازم النية بويني لازم ليست بلازمة مثل لزوم ألف شيبانة على برو أو ألفي كلا زيدادة بدزيت لازمي كلمة يعني جزء أصلي كلمة بحرف أصلي كلمة ده ندري وكو لازم بني ألف شيبان لا أقصد شو أو ألف شيبانة بلا إيش أصلي نية بلين فرضا أو طبعا من بعض الشيبان هر أصلية بلا أجا فرض كان أصلي شنو بيه بوي زيادة كلها بيه بلا لها محافظك اللي قلت لا وصلوا لا وقفة بلا أوكي كوانية يزيد إيه لقال أمدها وسهل ذلك بلا أو آسان كدوة شيء آسان كدوة كإمالة لألف تنوين كذا بكره آسان كدوة ذلك إمالة كدن ذلك يسبو إمالة تنوين كا آسان كدوة ذلك وسهل ذلك آساني كدوة إمالي تنوينك شي آساني كدوة كون الألف موقوفا عليها كألفك موقوف عليها يعني كألفك وقف للسلاة بكريت فيقصد بيانها ما بس ذكريت لرداء بيان ألفك ما بس ذكريت شون بأن تمال إلى جانب اليائي لبناية كدا مثلا إمالي تدا ذكريت كما في حبلة وكل حبلة دا كلا بجال أسماء إتر عرضي بلاي خومكم مثلا كذا بأن تمال إلى جانب الياء كلودا مثلا تثما شاكا ما قبل أخرك يي ساكنية كرأيت زيدا جاوك باس ما كر أما إمالي زوتي تدا بالنسبة أوانو كأو أخلك وانيا باشا أي زوت ساكن شو كما وكو باس ما كر شبهاتي بشي بألف شيبانة وزوتي تدا تاوكو بهالحال عبدا أوانا شبهاتي أمبيوبي بأن تمال إلى جانب الياء كما في حبلة ولا تقول رأيت عبدا إلا عند بعضهم تشبهون حبلة تنالي رأيت عبداني مفزونيك كدروزنا بلي رأيت يعني إمالا لألف كدا ناكل عادة أنت مثل أتنالي رأيت عبداني بإمالا لألف تنوين كدا ما قال لا هندي كان لا عربان أمشك كدو أنا لبل أوك تشبين بنحي حبلة تشبين كدو بيوني حبلة وكلا وقدا دبني أو ألف إمالي تدارك بلان لقال عزالي بيشيدا يك ساكنني أما بكرتي وبكرتي أو كوتاي أسباب إماله. إيه مدرسين سد معاني إماله. لهندي شو عنده؟ هندي شد الرياجرن لبردم تي لبردم إماله ده. آه لبردم إماله ده. هندي شد الرياجرن نعلن يما إماله بكن. أفرمي والاستعلاء. إيه زوجة كم بس في حرف استعلاء. حرف استعلاء لغير باب خافدة. كألفكين منقلبة لا مكسور. چونك أصلكي تيا أصلكي خيفة أما وغابة لغير بابي غابدة كألفكي منقلبة لا غيبة وصغى ولغير بابي صغادة كألفكي منقلبة ليكي مفتوحة هذا صغى إليه صغيب ولا أصلده باشا
زۆر چاک ئەمە ئەو جە بەڵێ جا حرف إسألة لغير بابي خاف وغاب وصغادة كبمشي وباسمان كرت مما في سبب قوي لويك لواني كوا لو باب دا هو كاركي قوي هبيد بو إمالة باشا أرزي براي خونكم جا حرف إسألة لغير بابي خاف وغاب وانا دا مانع أما دبت خبرك مانع بو چونك دلالي كوني ألفه عن مكسور وكو باسمان خافة لمكسورة والجلاوة أو عن ياء يا ليو ليو والجلاوة باشا مثلا وكو بلين وكو خابة أو عن صغيرة ياء مفتوحة يا لووكا لشتكو كبوت ياء مفتوحة وكو مثلا صغا باشا مثلا توتماشا دكي إلا صغا دا الفكي كمثلا ليكي مفتوحو جلاوة لهندي حارد دا إياك ودرزك يا مثلا بون من اللي بنا مفعول ده هذا سوريا باشا بهر حال جاء أم حرف استعلاء لغير أم بابان ده مانع للإمالة مانع الإمالة بو لأن حرف الاستعلاء حرف استعلاء كأمانا وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف أمانا عرزي بلاي خوما كم أم حوت حرفيا يرتفع اللسان بها إلى الحنك عند النطق عند النطق بها لبروا أم حرفانا يرتفع اللسان بها زبان برز بيتوا بها بم حرفانا وبستبو أو حروف إسالة إلى الحنك بلو حنك باشا إما دوشو المعنى هي اللي تعتقد حنك من هي خيش من هي جا ايوا لي تيغسي ودزاني يكيك عادي تانتيغنسي باشا حنك من هي لقال خيشوم خيشوم والله اعلم هو ك سي بيدالان او سي بيدالان لكودي لا ما والله ما لا شو بيدالان ناز لم ناوتشي باشوري هالواي بيدالان يانا البدوي نازانم بهر حال ايه جا سكلا ودايا حنك من هي لقل خيشوم خيشوم لاي خوار خوار ويا لاي خوار خوار ويا بلا مثلا حنك باشا عرزي براي خوم كم اها لناو دمدا باشا لناو دمدا كلا ددانا كان تواجه بي أو تشالاي سلا أو حنك أو تعقي سلا وبقول أو فيران حنك جاد لي لبر أو أم حروف استعلاء يرتفع اللسان بها زبان برز بيتو بيانوا إلى الحنك بو أو بشي سلاوة يناو دم عندنا ندخل لكاتي نطق بواندا مثلا تو فرزي مثال بفرمتو خير بخوينا دلوي خلق 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 زبان حوادة كوي لقل أم حرفة بدأو أو حنك باشا بدأو بشي اللي ناو دمداب بشي لاي سره باشا طاء جواه مثلا يض طربة يض طربة يض طربة مثلا تماشاكا جا فإن بلا زرتاكا فإن رمت إمالة الألف وهي بعد أحد هذه الحروف أو قبلها لانحدرت بعد إصعاد أو صعدت بعد انحدار بعد انحدار وكلاهما ثقيل شاق لكن الثاني أشق باشا أجتو رمت أجم بست به إمالي ألف مبس به كلا حركة هي أو ألف لدواء شيء لم حرفان بالدواء خاء بالدواء صاده مثلا باشا مثلا خالق توبيني لدواء أم ألف لدواء أم خاء إمالة الألف كدابك باشا إيه
الفكي مثلا بريا اكبري مثلا بنونا او قبلها باشا يا نخي إمالة الألف كذا بكيد كالحالك ألف ك قبل لفيش أم حرفانه بمثلا تقوله لفيش أم حرفانه بمثلا إيه جاء عرضي بلاي خو مكم لن حدرت بعد إصعادي يعني دوا أو كتو رشتي برو سرو زمان شو تسروا ل لهمن كاتا إن حدرت برو خوار درو السرو شرد بيهو بو خواره باشا يا أما بالنسبة له ك بلين الفكلة دواني أجا كالفكلة بيشو بيت باشا ده يسره وبعد انحدار يعني اللي بيشو دريت أخوارم سردك هبيوانه وكلهما صار حد كان قرصا لكن الثاني أشاق بلان إيدوهم كخلاصي كلام سرك ويدواء يعني اللي بيشو شرب بيو بروي خواري أمزة باشا سرك هبيوانه أوسخ ترى شو كحتى على رجل روشتن ده تماشى كا أو دائما كمن ليلة دايقوم نايقوش تشكا مثلا تماشا داكي برامبر بديكي اما كدتي بوسادش شوينكي كولاسي بيضن كولاسي سرو كولاسي خوارو ويكا يستي صدكي قولي لدرس كراو ايه جاما بس ميشتا يعني تو لاي امو دروي تخوارو وكدتي بتري بوسادش ببيانتي شورد بیا بوسر چماک بوسر رو بارکه که زی بچوکی پیالان دیره لیوی چمی کلوی پیدالن یا عجم رودخانه زابی پیدالن ای برحال ای امزا دوی حوا اکوی او بی حد نخوش دروی تخواری امزا حوا اکوی لو روشن خواری دا هیزی اجنو کانه توا و برو تحلیل و برو کمیلیتی امزا هر هیزی تدانی اصر کهی بلام راس و خو سر کیوی امزه بیت خواره آسان تر لواقید. جایزه لپیش او ایمال کب که تو امزه حوا کبیوانه. یعنی ام عملیه تشویق دکری بام روشن سر و هات نخواره و باشه یا هات نخوا روشن خواره و چون سر و. ای زود شکه. ولی از قاله ایمالة الالفی ممتنعه اذا كان حرف المستعلی قبلها يليها بحرف في كلمتها نحو خالد وصعد وظامن وطالب بوي مثلا نتوكا بريتي لمثال وظالم وغاشم وقاعد ولا بل او قال دبي ما بس مصنب رحمه الله إيه كفرميتي إمالي ألف ممتنعة كات حرف مستعلي باشا قبلها لبيش الفك وبيت كوا يليها بيت بشوين الفك دا باشا عرضي بلاي خون كان بحرف في كلمتها وقتك حرف مستعليك قبل الفيش الفك وبيت كوا يليها أي أمزة الفك بيت لواقع دا بشوين أو حرف مستعلية دا بتي بيت بحرف في كلمتها بحرفك بيت كفي كلمتها لكلمة أو دا لكلمة أو إمالة دا مثلا وكو خالد صاعد الضامن الطالب الظالم غاشم قاعد أمانة تاوليتي اشتكى واضحة إيه أما أسألي لك أنا مثلا خالد صاعد ضامن طالب ظالم غاشم قاعد ها تاوليتي أما لي لك أنا دا دبيني حرف مستعليك لبيش ألف كوية خاء صاد ضاد طاء ظاء غاء غين لقال قفك أما لبيش ألف كوية باشا لبيش أول جامدة يليها بحرف في كلمتها يا بسكة يليها بحرف في كلمتها وكو أم مثال سألي ردا أم نوع إمالي إمالي بنهاية دتوان بلين سقط وسخط دجوارة ولا واقع نفس الأمر دا بسختي أمشتا أدا دكري وكو أوشك قطبان أقر أدا بكري سر أتشي بم إصعاد إنحداريك أوش بوخي لواقع دا الدنيا كشاشة بدوها خويدا ديني دا استيدي قفرون يكشتم مبستا باوي دوزم تازا بابا جابويا وتو يانا وتو يانا خلاصي كلام إمالة ممتنعة باشا تمر شاكن إمالة ممتنعة كي إذا كان
حرف الاستعلائي بل حرف المستعلي اللي لها توا باشا على الحرف المستعلي ايه زوتاك شنيا فرميتي حرف مستعلي يعني إمالة ممتنعة كاتيكوا حرف مستعلي باشا ايه أرزي بلاي خومكم قبلها لبيش تيوب لبيش الفكوبيت اسيوكو أم خاء وصاد أمانة كالبيش الفكوبيت تاوليتي أما واضح حرونة لبيش الفكوبيت كوا يليها ها يليها بدوي يعني يليها ها كأو قبلك يليها بدوي الفك الفك أرزي بلاي خوم كم يليها بدوي دابت ما بس في أويا أها لجدا في كلمة هلا كلمة كي خويدة نقل كلمة يتشك تاولي إذا كان حرف المستعلي قبلها كاتيكوا حرف مستعلي كلمة دابت قبلها لبش حرف مستعلي كلمة لبش ألف كوبيت زرت ساك كوا يليها باشا يليها بحرف في كلمتها آها والأخوان وكذا بحرفين تاولي كمثلا نصيوة بونمونا وكو مثلا نصيوة لردا أحد ما حرف تلا والآخر غير مثلا غير وشتيك إلي وشيوية إيه زود ساكا كوتويتي حرف مصالي لا بيش ألف كوبيت أم جا دواي يليها يعني دوا بدواي بيت يليها بدواي دابيد هاك اللي تتو هربو ألفك في كلمتها أو ها أنا هرسي شاب نوبو ألفك يعني دس نوبو يليها كوا ألفك واقع ببيت حرف إسلاك بدواي دا ألفك بيت يعني يقع بعد حرف الإسلاك الألف وما بس في أوية يليها بلا ما بس يعني فاصلة نبيت لبين يندا إيه هاك فاعل يلي تتبو حرف إسلا بلان بوي أو ودروم لسيري شو عبارتك توزي ناجورة كاتي دري إمالي ألف ممتنع كاتي حرف مستعلي يا حرف إسلا عفو قبل ألف ألف كوبية يا ليها حرف مستعلي كا يا ليها بيت كألف كي بدوا داهات بيت باشا بحرفك في كلمتها تاوليتي كهل لكلمي ألف كدابت باشا يا بدو حرف فرغناك أو كباسيك جامس يليها أو يكا ألف كواقع بدو حرف مصالية كده يعني بمشي وفاصلنا بين بين أنا بيشي ويك أما أو زور باشا إيه أما أو زور زور بچه بله وكو أمي سالانا وكذا إذا تقدمها بحرفين وهد بوشيوا كاتي كشكوا وبيش ألفك بكبت بدو حرف بدو حرف كيتشان مثلا حرف إسعلابي إيه عرزي بلاي خونك أوكي كشان غير حرف إسعلابي مثلا لصاعدو بلين تماشاكا لخالد ضامن طالب أمانة دا هر هموي أها تماشاكا يك حرف لبيشوي كحرف سلاكي خاءك بدوي الألف هاتو الصادك ألف ضادك هلوى تادقات غاشم قاعدك يعني كفاصل النكوت ولا بيني أو ألف كو لبيني حرف سلاك دا بلان يك حرف يعني هاك هاتوا أبلام ألف كهاتوا بد لواقدة يك حرفي لبيشك حرفي كتش حرفي سلا لواقدة ما بصك تبيه ويا جالها لرد يعني ما بزيوه كلبيني أو حرفي سلاك ولبيني الفقدة هيت جورة فاصليك لأرادة نبل أو يا بحسك لما توصي ورزم عبارة جابو يا عادة نم كتابانا أمهم شرحو بسطان لسل دكلي لواقدة فقد بدأ بوجهتي لواقدة دليتي اشتكوا هيا او خطايا كسي تيداني على واقعدة ايه زورت شاك اما بلا امجا
يليها أو يعني فاصلة نبل بين إيوات يعني ليه كلمة دام ليه كلمة دام ليه كلمة أهو جاء ويقصك ليه كلمة دام النقل دو كلمة دام عبارة قبل ما ناتشارا إمالي ألف ممتنئة كي إذا كان حرف المستعلي قبلها كانت حرف مستعلي حرف مستعلي قبلها باشا لبيش الفكو بيت زورتاكا جاء أمجا كالواقع دا دبيت مانع إمالا يليها باشا بحرف في كلمتها كالفك ديت باشا حرف إسالاك دا بيك حرف ديت كهل كلمة الفك دايا باشا يعني لدو كلمة دانية كأوية مثلا لم مثالان دا يك حرف لبيج الفك وهاتو كحرف إسالاك وكذا تقدم بحرفين أحدهما حرف الإسلائي والآخر غيره هربوا شو كلبيج الفكوا هكذا تسمى كلبيج الفكوا بدون حرف بن إيه كان حرف إسلائي بيوك كان غير أوبيد باشا مثلا بون منوك وصاعد يكون ضابط إيه كلبيج الفكوا ده بدون حرف هيا إيه كان ضاد وصاد أو كان واو مثلا ضاد وصاد كحرف إسلائي واو كمثلا حرف إسلائية إيه هربوا شو إمالي ده ممتنع وامجا حرف الاسلائي غير مكسور ولا ساكن بعد مكسور وحرف الاسلاكش مكسور نبيت وساكن جنبيت لدوا مكسور كوكو خوالد صواعد طوالب الظوالم غواشم وقواعد كتماشا لك دودان حرف لفجأة فكون كيش حرف اسلا وام حرف اسلا وكو خوي دفرميت اها مكسور نيا وساكن جنيا كلا بيشي لبيش حرف إسلاء ساكنة كلا حرف كي مكسور هذا بس كامل أنا داني لا أخذ والثلاث طب جاء لم نسخدا وهاتوا قبلها ياء عفو قبلها يليها في كلمتها بلا لنسخه كدا من دون نسخه ملايا بحر حاطه نسخه كشي عبارتك هي اختلاف تبع اختلاف كشتان بو تازه ديالي كان ببورن اها بلا مانع وليس في غير باب خافه مانع قبلها يليها في كلمه كويك شوي المعنى بلا نسخه هي قبلها يليها وبحرف في كلمتها وبحرف في كلمتها قبلها يليها إيه أو يعني إمالة ألف ممتنعة إذا كان حرف المستعلي قبلها وقت حرف المستعلي لبيش ألف أمجا ويليها بحرف في كلمتها وبحرف في كلمتها باشا تاوليتي ومانع أم إمالة تاوليتي كحرف استعلاء كمانع باشا كلفج الف كذا هاتوا كبحرف كلفج الف كذا يعني هدو نسخه صحيحا بلان زوربان ام نسخه كمن اخوانواني ابو الشيوخ هاتوا اي زوت شاك دوايا دوايا لخدمه عند عارس كم بله بله جاء واش كفرموي أوش كفرميها وكذا إذا تقدمها بحرفين هربوشيوا إمالة مانعة بلم إمالي إمالة ممتنعة كاتيك حرف مستعلي وبيش تيبي دلن الفكا كوتبه بدو حرف يكيان حرف إسلابي لدو حرف كيشان غير إسلابي وحرف إسلاك مكسور نبيو وساكن جنبي لدو مكسور مثلا بونوكو مصباح إذا تاوليتي لم يصبح ده وكو توتما شادكي مثلا بونمونا الفكا لبيشي ودو حرف هاتو أتا أقميمكي لازم كده بتسي حرف هي كما هو باء وكي كشان صاد بلام لأين واقع ده كصادك حرف إسالايا بلام ساكنة ولدوا كسرو هاتو أولا أو إمالي تلالك الحصب إسالي إيه دوتا وأما إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا أو ساكنا بعد مكسور كخويدة فرمي نحو خلاف وصحاب وضعاف وطلاب وظباء وغلاب وقباب
ونحو إخبات ومصباح وكباسم كده وإضعاف ومطعام وإخفال وإخبار فإن الإمالة غير ممتلئة على الأكثر برا أقا حرف سلام مكسور يك يا نخي مكسور نبو ساكن بو بيش دا مكسور وكو أقل مكسور بيوكو خلاف صحاب ضعاف طلاب الضباء غلاب قباب أمانا بيش كان حرف سلام مكسور ياوك إخبات مصباح إضعاف مطعام إخفال إقبال أمانا دو حرف لبيش الفكوة هاتون جيجان السعلايا بلان حرف السلا كان مكسور وما قبل مكسورة أمانا إمالة لما ندى ممتنع يبنى بقول الزوريني علماء زوت البجي تائر باشان. وإذا كان بلا بلا وإنما يمتنع على رأي إذا كان الحرف المستعل بعدها يليها في كلمتها نحو آخذ وعاصم وعاضد يا نحو إذا فكيب آخذي نحو آخذ وعاصم وعاضد وعاطل وعاضب وشاغل وعاقل فالإمالة ممتنعة وبراسي ممتنعة على رأي باشا زوت ساكا ممتنعة إمالة على رأي بنا برأيك زوت ساكا كوا أويش كي وإذا كان وإنما يمتنع على رأي إيه زوت ساكا أمتهو وإنما يمتنع على رأي وبراسي أم إمالية ممتنعة باشا أما وهاتو على رأي جاء ما أصلي متن كوايا وبحرفين على رأي باشا وبحرفين على رأي أما لم نسخي دا من وهاتو لم نسخي كده سبحان الله وهاتو وبحرفين على الأكثر باشا إثر أم اختلاف لنسخة كان ده زور تشيشي بلا لنسخة كلا على الأكثر بلا أو من على رأينا إيه بلا على الأكثر كالشارح ليلة ده كدويتي أو يبيج ده إيه زور تاكا أو كإمالتي يا ممتنين إذا برحل على رأيين بنا برأي يعني إمالة ممتنعة لودا لألف يبدأ كالبيشي ده يك حرف هاد ويش حرف السلابي يا لبيشي ده دو حرف هاد بيشيان السلابي وكان غير السلابي بلان حرف السلابي كان مكسور بي وما قبل شيء مكسور نخوش ساكن بما قبل مكسور بي آوة أما إمالة ممتنعة وإنما ممتنعة على رأي إمالة ممتنعة بنا برأيك بلان لنسخيج كده وكو أرزم كدن على الأكثريات وإيه مرحب وإذا كان حرف المستعلي بعدها يليها في كلمتها جاء شارح لرأي آوالك وإنما يمتنع على رأي وإذا كان الحرف المستعل بعدها يليها في كلمتها نحو آخذ وعاصم وراعد أردنت في المنت ممتنعة وبراسي قد غيا إمال بنا برأيك وكاتك وحرف مستعلي باشا أرزي بريخهم كم بعدها لدوى ألف وبيت سولي يليها في كلمتها وحرف مستعليك بدوى ألف كدابة في كلمة هلا كلمة ألف كده وكو آخذ عاصم عاضد عاطل عاضب شاغل عاقل أمانة إسه لآخذ ذاها بدو ألف كده خيهاته لعاصم ذا بدو ألف كده صاثاته هكذا تأخوال وعاقل بدو ألف كده قفاته أما إمالة يا ممتنع إيه. زر باش وكذا إذا كان بعدها بحرفين أحدهما حرف الاستعلاء نحو صالح ونابغ ونابض وفاحص وباسط ولاحظ وبازغ ولاحق وهرب وشوى إمالة ممتنعة كاتب بدوي الفكدة دو حرف هاتبه كيشان حرف استعلاء بيت باشا كان حرف استعلاء بيت وكو صالح بدو ألف كده لام خياته نابض بدو ألف كده باء وضاداته فاحز بدو ألف كده حاء صاداته هكذا ترقي تلاحق أما لما نجدتها إمالتها ممتنعة جادوا دلي على الأكثر أم عبارة فرقية براسي يعني لقل هنديك لو عبارة هنديك
لا حول ولا قوة. وإذا كان بعدها بثلاثة حروف وهربوا شو إمالة أجر هاتوا بدوي ألف كذا سحرف هاتب أحدها يكي لو سحرف في حرف السلاي وكمنا فيخ بدوي ألف كذا فا يا خيهات وك خي حرف سلا أفاحيس صادك حرف سلا جمع حفوص أها مجثم القطاتي إذا تشاك كاربانية ومعارض ومناشط ومواعظ ومبالغ ومغالي تو تماشا كان بدوا ألف كذا ألف تكسي لك يعني ألف جمع تكسي لك سي حرفات باشا يكن حرف السلا وعموما حرف السلا كلا كوتا يدق لك فإنها تمتنع على الأكثر أما عبارتك أو إمالية ممتنعة بنابتي بقولي زورينا بقولي زورينا ممتنعة أي زور زور بجيع كري أو باو كنمدت كري أو بياو نمدت وأيضا المستعلي إن كان في كلمة أخرى وهل بشو حرفي مستعلي أقل كلمة كاب واتا خلاص كلام من إمالة ممتنعة قيل وتلاوى لم يكن له أثر باشا ها نحو ضبط عالم مثلا بالإمالة لأن المستعلي لانفصاله صار كالعدم باشا اتباشا حرف مستعلي أقل كلمة كاب وتلاوى لم يكن له أثر هي أثريك يبوي وكو ضبط عالم بإمالة قوي خويني بو الله لأن المستعلي لانفصاله صار كالعدم حرف مستعلي لبل أو كمنفصلة تاوليتي كمنفصلة ليرا كندا أرزي بلاي خوما كم أموتمان ببودن بلا مثلا ها ضبط الطاء كما حرف سلا تاوليتي بإمالة دل على بره حرف مصالي لبر منفصل لك وكن بنوعه باشا مع أن الانحدار بعد السعدي سهل لقلا وشا شون أخواره ودواء سركوتن آسان باشا إيه معنى منفصل لك ويا كألف كلا كلمة كبيرة حرف استعلاك جا كلمة كبيرة باشا جاجر ويا أمانة وكو متصل على اندرين يعني وكو كوا ليا كلمة داب مثلا تقول لي مردت بمالي قاسم تقولي أما اللي ركان دا دروزني إمالي مال لبر أو قافي كبدو عدادت وكو أقول بيتد وكو أقول بيتد وقول بيتد مالقة وكو حاصل بلام لقلو شاهن ديكس إمالي منفصل لك أيوه بحكم أوي بيجدا كمالا سرب خويا أوي دواي سرب خويا إيه تاوليتي واعتبار دانانا كمستعليكا أقل لك كلميك كتابت جالي لدى أود أفرمي بإمالة وإمالتي على كتاب بلا وأما إن كان المستعلي في كلمة بعد أخرى أقل مستعليكا لكلميك كتابو دواي مثلا أعوى وما إن كان المستعلي في كلمة بعد أخرى حرف مصالي كلا كلميك كذا بدواء وكيكا وكو عماد قاسم مثلا يا بمال قاسم مثلا أو فبعضهم لا يجعل للمستعلي المنفصل أثرا بريك بو حرف مصالي كا أسرق دانانا وبعضهم يجعل له تأثيرا بريكش تأثيري بودادانين فلا يميلوا إمالناك نحو أراد أن يضربها قبل مثلا كما لا يميل مثلا فاقد وإذا خلنا فاقد لبين قوصهات يعني لا يميل فاقدا لا صلى هلوك إمالة لفاقد يعني وكذا نحو بمال قاسم شنك اللي جالي مثل فالق مالي مالق 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 وقلت لك فالق باشا وكذا نحو أن يضربها يضربها مليق لأنه مثل مغالق ها مليق وكو مغالق تاوليتي وقد لا يمال نحو بمال مليق مع بعد المستعلي بأربعة حرف إن قالوا شا حرف مستعلي كدولة بشار حرف
وكل ذلك لما ذكر من أن النساء على بين الحالي أشق من العكس. دهمو إلى بر أوي كتشون السروة دوا منحدر بون يعني دوا حاتنا خواروا لواقع دا قرستر التي لعكسكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.